السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أربع أسئلة بعدين بقى. اتفضل. واحد صلى العصر وهو مسافر، وهو مسافر في السكة المغرب هيأذن هيوصل بيته العشاء. وهو إيه؟ وهو مسافر في السكة المغرب هيأذن عليه وهو في السكة. وهيوصل بيته العشاء. وهو مسافر في السكة القطر. يعني هو صلى العصر وهو في الطريق لبيته المغرب هيأذن عليه. فهل ينفع ان هو يأخر المغرب لحد ما يوصل البيت جمع تأخير، ولا لازم ينزل في الطريق ويصلي؟ لا ممكن يصلي جمع تأخير في البيت في بلده بعد ما يوصل يعني. اتفضل.